نادي ده حبيبي ده استاذ احنا اتعلمنا عنه، بس برونتو الاسم مختلف شويه، وله من السماحه ان يقول شيئا عن تونس. أجمل البلدان وأجمل الشعوب العظيمة وأحبهم من كلنا جميعا مفتاح تونس الخضراء العظيمة، شكرا للشعب التونسي. هيا يا هذا الجميل الذي يحب كل العالم العربي ويحب العالم الإسلامي ونحب أن يبقى سلامة التكريمات تبدا من 8 لل 9 يا أخوتنا مهما كانت تفاصيل الحفل. شكرا. رح ندعي على المسرح هم خدموا سيستم خليجي راهو ما خليهم شيء. بين مسكرة على الأوبراوي. صحيح. راح تتسلم جوائز أستاذ أحمد للفائزين في مسابقات التلفزيون. ترى هي عندك فلسطين وكيف لا نحب هذه القدس الجميلة وهذا البلد الذي فلسطين جرح وأكثر فرح وأكثر. فلسطين هي البلد الذي تسكت فيه كل التفاصيل العربية ونحن نجلل على هذه الفلسطين. لك محمود درويش قال كلمات قصيرة عن تونس وعن هذا الشعب العظيم، قال كيف نشفى من حب تونس. كل شيء كل الشكر سعادة الوزير. إذا مع الوزير عساف وسنقدم نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية. في صف الأخبار التقرير الإخباري وخصصت لهذه المسابقة جائزة مالية تسمى باسم مؤسسة عرب سات. الجائزة الثانية وقيمتها 2000 دولار أمريكي منحت إلى تقرير طفل في الثلاجة وهو من إنتاج شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطين. ولنا مفاجأة بعد الجائزة الأولى كمان. شكرا فلسطين، شكرا على هذا الحب الدافئ الذي تربطه بكل البلاد العربية. صورة ولا أجمل عن فلسطين أن تلتقي مسيرا بمستوى الثقافة العربية الفلسطينية ولا أجمل. شاعر وأكثر. شكرا فلسطين. فلسطين التي تعطي وتبدع رغم الجراح لأنها بطلة، لأنها شعب مقاوم. والجائزة الأولى وقيمتها 4000 دولار أمريكي منحت إلى تقرير حرق بلدة حوارة وهو من إنتاج قناة الأقصى الفضائية فلسطين. قناة الأقصى فلسطين يقدمها وزير فلسطين الأصل والتفاصيل كالزيتون والزعتر كجمال هذا البلد الذي لا ينكسر. فلسطين في جائزة تقدم على مسرح قرطاج هذا المساء. ونحن في الأثناء أيضا هناك جائزة وجه لوجه من مبادرة التنمية الصينية وأفاق التعاون مع الدول العربية من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية تشاينا. Hello China. تحكي عربية بطريقة China. Hello Beijing. How are you? للأسف أنا أتحدث اللغة الكورية. Can I say something in Korean? No. She said no. كم سهمني ده؟ شكرا. Thank you. Merci. Merci. إنهم يحبون اللغة العربية. اسمعوا إلى الصينيين، استمعوا للصينيين عندما يحبون. شكرا. Thank you China. شو اللي تعرف تحكي بالعربية؟
والله تحكي بالعربيه خير من برشا عرب. انت لاحظت حاجه؟ ضل فضلت الفلاش. الكوريه هاي هو ما سميش كوريا الجنوبيه، اما هو معظم الناس بيحكيها. ندعو الاستاذ حسين الزين والاستاذ حسين الزين، مرحبا بك لتقديم بقيه الجوائز. والاستاذ الخطابي، اهلا وسهلا بك على مسرح